مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من المنتصف، التغطية الموسعة للحدث الأهم، والبداية بالعناوين. في أبرز عناوين هذه الحلقة: بعد إعلان الاستضافة، ولي العهد يعلن عن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034، واحتفالات واسعة في مناطق ومدن المملكة احتفالا بإعلان استضافة المملكة للمونديال، وعميد المدربين الوطنيين خليل الزياني يؤكد أن هذه الاستضافة جاءت نظير الخطوات الجبارة التي قامت بها المملكة. ستكون المملكة العربية السعودية. حياكم الله من جديد في هذه أيضا التغطية الموسعة للحدث الأهم، إعلان استضافة كأس العالم 2034. حدث بلا شك هو حدث استثنائي، وحدث يعتبر هو الأبرز في المشهد اليوم على مستوى العالم. ألف ألف مبروك لمقام خادم الحرمين الشريفين، ألف مبروك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ألف مبروك أيضا للشعب الشغوف شعب المملكة. حدث ما في شك بأنه يعني من الأحداث الاستثنائية، والحدث يعتبر هو الأكبر والأهم على مستوى استضافة الأحداث بشكل عام. ما نتكلم على مستوى حتى كرة القدم والرياضة، يعتبر واحد من أهم الأحداث على مستوى العالم. فشكرا لكل من يعمل من أجل المملكة العربية السعودية. بداية أرحب بشركاء المنتصف في هذه الحلقة. أبدأ بالترحيب بالأستاذ عبد الكريم الجاسر. مساء الخير، حياك الله أبو يزيد. أهلا وسهلا أبو إبراهيم، مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين والزملاء الأعزاء المشاركين، ونبارك في هذه الليلة التاريخية واليوم التاريخي حصول المملكة العربية السعودية على استضافة كأس العالم 2030. واعتقد انه الناس اللي عاشوا هذه اللحظات محظوظين. 34 كم قلت انا؟ الجميع الحقيقه سعيد بهذه الاستضافه وبهذا الحدث التاريخي، وبقدره المملكه ان شاء الله، ثقتنا الكبيره في نجاحها وتقديمها ان شاء الله كاس عالم يعتبر يعني خلينا نقول نسخه لا تتكرر في كأس صحيح. العالم القادمة. نعم. طيب رحب أيضا بالكابتن أحمد الحربي اللي جاي علشان استضافة كأس العالم للرياض ومنورنا، حياك الله يا كابتن. أنا والله أبو إبراهيم حياك الله ومبروك للوطن. إحنا شعب نستحق أولا هذه القيادة، ونستحق هذه الاستضافة، نستحق الفرح، والأهم أننا نستحق هذا الفخر. شكرا لكل من صنع هذا الفخر اللي نشعر فيه الآن. إحنا يعني إحنا فرحانين وفخورين جدا باللي صار. ما هو سهل ان نصل الى هالمرحله. يعني اعتقد انه احنا اسيا ما استضفناها، اليوم احنا 27 مستضيف اسيا، كاس العالم 34، غير الاحداث الثانيه اكسبو، تتكلم عن احداث كثيره قاعدين نستضيفها، وكلنا فخر بهذا الامر. نعم. طيب رحب ايضا من استديوهاتنا في جده بالاستاذ الكبير الاستاذ علي داود. مساء الخير، حياك الله يا استاذ. مساء النور، وأهلا بك وبضيوفك الأعزاء والسادة المشاهدين،
وإن شاء الله نجد ما نتحدث عنه في نهاية هذا اليوم العظيم بعد أن تحدث الكل بكل خير وبكل حب عن هذه الاستضافة التاريخية. الله يحييك. أيضا أرحب بالخبير الرياضي الأستاذ عادل عصام الدين. مساء الخير، حياك الله أبو لما. أهلا وسهلا، مساء الخير أبو إبراهيم، أحييك وأحيي الزملاء الكبار. والحقيقة يوم مشحون بالعاطفة، قلق وترقب وانتظار. إنفانتينو أعلن الخبر، بعدها قشعريرة ودموع وفرحة كبيرة وإنجاز تاريخي ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. نبدأ الحلقة إذن بهذا الحدث المهم، لا حديث يعلو على مستوى العالم اليوم على التاريخ الذي تكتبه المملكة، هذه المملكة العظيمة بالفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2034. كأس العالم لفيفا 2034 ستكون المملكة العربية السعودية. ساعات طويلة انتظرتها جماهير كرة القدم في الدول المرشحة لاستضافة كأسي العالم نسختي 2030 و2034 من أجل متابعة كونغرس الفيفا للمصادقة على ملفاتها لاحتضان العرس العالمي. اجتماع الفيفا الذي انطلق الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية تضمن العديد من البنود، ولكن أهمها العروض التي قدمتها الدول المرشحة لاستضافة مونديالي 2030 و2034. الدول المترشحة لاحتضان مونديال 2030 قدمت عرضها المشترك من خلال استعراض بعض أساطيرها في كرة القدم والعوامل التي تتميز بها في مختلف الجوانب وتداخلات الثقافات بين جماهيرها. المملكة كعادتها دائما مختلفة ومتفردة استهلت ملفها من خلال ظهور شاب وشابة بعمر 13 عاما في إشارة لاهتمامها بجيل المستقبل، حيث أشارا لكرم الضيافة الذي تتميز به دولتهم واستعدادها للترحيب بالجميع قبل 2034. وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل قدم هو الآخر بعض ملامح العرض السعودي من خلال ظهوره في الدرعية التي تعد مهد المملكة، حيث أشار إلى الدعم الذي تحظى به الرياض في المملكة من القيادة، وواعدا بأن تكون نسخة 2034 الأفضل في التاريخ، وهو الأمر الذي أكده أيضا ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. إذن الحدث الأهم على مستوى المملكة، ردود الفعل اليوم، قبول جميع الاتحادات أو معظم الاتحادات وردود فعل واسعة أيضا وأفراح في المملكة لاستضافة هذا الحدث التاريخي والحدث الذي ستظهر المملكة بإذن الله بصورة استثنائية. خلوني أستاذنكم أبدأ من الأستاذ علي داود من جدة الحديث عن كل التفاصيل وهذا المشهد الرياضي العالمي الذي شاهدناه اليوم واللي كان حديث العالم بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف الحدث الكبير جدا كأس العالم 34. الواقع التغطية الإعلامية لهذا الحدث الكبير كانت رائعة ومناسبة جدا، وأصداء هذا الحدث في أرجاء العالم الكروي والعالم العادي أيضا تبشر بإذن الله بالوصول إلى العالم بشكل مبهر وبشكل مشرف، تحقيقا للرؤية التي انطلقت بنا جميعا إلى تحقيق آفاق كبيرة وجميلة. الحقيقة يعني يمكن كلمة خادم الحرمين الشريفين أو عبارته في توجيه هذه المناسبة إنه إمكانيات المملكة ودورها وقيادتها ساهمت في استضافة المملكة بالتأكيد لهذا الحدث الكبير. أيضا حديث سمو ولي العهد حفظه الله
أنه إحنا يعني بطلنا، إحنا لا نحلم، لا نحلم، بل نحن نفكر في واقع يتحقق. هذه المانشيتات العريضة تدل على شكل الخطة التي سينطلق فيها هذا الموضوع، ولا أدل من ذلك على أن يترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034. لهذا إحنا كلنا فخر وكلنا أمل في أن يمشي الموضوع بالطريقة التي يخطط لها والتي نتمناها لبلدنا الحبيب. المملكة لها مكانة في كل المجالات في كل أنحاء العالم، ولهذا اليوم إن شاء الله سنشهد قفزة رياضية كبيرة جدا، خصوصا أنه كانت هذه الأشياء بعض الأحلام وبعض الآمال التي كنا نتمنى أن يتحقق بعض منها، لكن الحمد لله فاقت أحلامنا وفاقت توقعاتنا. يعني أنا أتذكر في 89 حين استضفنا كأس العالم في للشباب في الرياض وجدة والطائف والخبر، كان في عقبات كثيرة. يعني لولا المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية حتى على المستوى الرياضي في ذيك الأيام، ما كان ممكن يسمح لنا بالاستضافة. كان في عوائق أساسية، ولكن تجاوزتها حكمة القيادة وعدت على خير. اليوم بفضل الله نحن لا نعتقد أن هناك عائقا سيقف في وجه القطار السعودي المتجه إلى صدر كل محفل بإذن الله. بإذن الله تعالى. طيب، مع إعلان أيضا استضافة المملكة لمونديال 34، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم. ما في شك أنه بعد الإعلان بدقائق تم إعلان عن الهيئة العليا، وهو يعني نقطة البداية في العمل بشكل جدي لكأس العالم وإظهاره أيضا بالصورة الإيجابية. عبد الكريم الجاسر، يبدو أن العمل بدأ من اليوم لإظهار الحدث الاستثنائي بالشكل المطلوب. ما في شك أنه الرغبة والطموح لتقديم كأس عالم يليق باسم المملكة ويكون مميز على مستوى نسخ العالم المختلفة السابقة، أقصد يعني جعل البداية قبل التقديم. يعني البداية ليست اليوم، البداية من أول ما تقدم الملف بدأنا في مشاريع ملاعب رياضية، في مشاريع بنية تحتية. صحيح. في اهتمام كامل بالدوري السعودي، باستقدام نجوم عالميين للعب في كرة القدم السعودية. هذا ما في شك أنه يعكس أنه إحنا يعني عازمين على تقديم كأس عالم مميز، وفي نفس الوقت أنه سنقدم للعالم الوجه المشرق للمملكة العربية السعودية كشعب وكثقافة وكحضارة وكوجهة سياحية واقتصادية واجتماعية. كل هذه الأمور ستكون يعني فرصة ذهبية في كأس العالم لتقديمها للعالم الآخر، خصوصا أنه احنا تعودنا في سنوات سابقة أن يكون فيه نوع من التقليل من كل ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. حاليا تحولت هذه الأمور إلى إشادات بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والاهتمام الكبير سمو سيدي ولي العهد، والرؤية الطموحة اللي تقود المملكة لمواجهة العالم ومنافسة الآخرين، بل والتفوق عليهم في يعني تقديم بلد متقدم متحضر يعيش فيه كل الأطياف بعزة وكرامة. نعم. طيب، بعد اللحظات أيضا التاريخية لاستضافة المملكة للمونديال، وعد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل العالم أجمع بأن نسخة كأس العالم 34
ستكون الأفضل تاريخيا وستكون أيضا استثنائية بكل تفاصيلها. أبدأ بالشكر الجزيل لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي وللرياضيين ولكل القطاعات. الحمد لله اليوم يوم نفخر به ونعتز به، وهو فعلا يوم للتاريخ، إعلان استضافة المملكة لكأس العالم 34، وإن شاء الله حنكون جاهزين لتقديم نسخة استثنائية لهذه البطولة ولزوار هذه البطولة ولكل الفرق اللي بتشارك هذه البطولة. فأدعو الجميع لزيارة المملكة والاستمتاع إن شاء الله بكل الفعاليات التي تقام من اليوم إلى سنة 34، وتكون احتفالية كبرى يشهدها العالم كله إن شاء الله على أعلى مستوى. والحمد لله شهدنا اليوم دعم أكثر من 150 دولة معلنة أو بخطاب رسمي من 211، فهذا ندل على شيء، دل على أن ملفنا كان مقنع. والحمد لله اليوم نحظى بهذه الاستضافة، ونوعد الجميع بأنه العمل سيستمر والجهد سيستمر لتقديم أفضل نسخة لكأس العالم في تاريخ هذه البطولة. والله شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، يعني بالنسبة لنا لأي حد حلم أنه يستضيف أكبر حدث في العالم، مو بس حدث رياضي، هو أكبر حدث فعليا في العالم. فاليوم أنك تدخل في هذه المنافسة وتدخل بأنك تقدم مع دول مختلفة وتقنع الدول أنك تكون مرشح الوحيد اللي يستضيف 34، هذا ندل على شيء، دل على جهد على مر السنوات الماضية. اليوم فخور جدا بكل من يعمل في هذا الملف، أخصيت بالذكر الأخ ياسر المسحل، إبراهيم القاسم، أضوى العريفي، الأخوان في الوزارة من معالي النائب، لكل الوكلاء والمساعدين، الكل عمل، كنا فريق واحد والكل عمل بغض النظر عن الجهة والمرجعية، الكل عمل. البرامج بدأت، فالحمد لله يعني اليوم الاتحاد السعودي عن طريق برامجه والأندية من ضمن الأكاديميات والفئات السنية وغيرها بدأت من سنتين، وهي مرحلة للوصول إن شاء الله لكأس العالم أن نقدر نأدي فيه على أعلى مستوى إن شاء الله. طيب، يعني ما في شك بأن وعود ستتحقق بإذن الله تعالى على أرض الواقع، نسخة استثنائية، نسخة راح يتحدث عنها العالم، وستكون بإذن الله تعالى تاريخية، ثقة كبيرة بالمملكة العربية السعودية بالعاملين والمسؤولين عن هذا الملف. أستاذ عادل عصام الدين، لما نتحدث عن كأس العالم 34، هذه الوعود، الشغف اليوم اللي موجود في المملكة لإظهار كأس عالم مختلفة تماما عن جميع كؤوس العالم الماضية. طبعا الحديث عن هذه النسخة الاستثنائية يؤكد طبعا القرار التاريخي لعراب الرؤية القائد الملهم فور إعلان فوز السعودية بهذه الاستضافة. طبعا البعد الأول أن العمل يبدأ من اليوم لعشر سنوات قادمة، هذه رسالة عميقة يوجهها الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. البعد الثاني التكامل بين كل قطاعات الدولة، ما يؤكد أن كرة القدم التي نهتم بها اهتماما كبيرا ليست هي فقط مجرد لعبة، بقدر ما تؤكد أن الثقافة هي المهمة كلها، يعني الثقافة بالنواحي الاجتماعية والتجارية والاقتصادية والسياسية، كل هذه العوامل هي تشكل ثقافة البلد، وبالتالي كل هذه الثقافة هي التي ستكون حاضرة بعد عشر سنوات إن شاء الله. طبعا هذا الفوز الذي ارتكزت عليه الأسباب الرياضية أو المؤسسة الرياضية، سواء كانت على مستوى المشاهدة والممارسة وأيضا المنافسة، كلها اعتمدت في الأساس على أسباب غير رياضية. أولا سمعة المملكة بما لها من ثقل ومكانة كبيرة، ثم أيضا البنية التحتية وأيضا المواصلات العالمية. الآن المعدل 8 ساعات من كل دول العالم، يصل المعدل إلى 60% وصولا. أيضا المواصلات الداخلية، ومن ثم الفندقة حوالي 230 ألف وحدة سكنية ستكون جاهزة، يعني كل الإمكانات التمويلية
الآن الذين صوتوا للمملكة أو الذين أيدوا هذا الملف يعتمدوا على ثلاثة عناصر مهمة جدا، وهي الإمكانات التمويلية، وطبعا قدرة المملكة على تمويل لا أحد له إن شاء الله تعالى، وأيضا الإمكانات المادية 15 ملعب بالإضافة إلى 230 منشأة تدريبية، وأخيرا الإمكانات البشرية، الطاقة البشرية. وقد أكدت المملكة من خلال استضافات عالمية قدرة الطاقة البشرية في المملكة على هذه الاستضافة القادمة بعد 10 سنوات إن شاء الله. نعم كابتن أحمد الحربي، يعني اليوم كان في شبه إجماع ما بين الاتحادات على أحقية المملكة. هذا الإجماع ما جاء من فراغ، هم شافوا المملكة كيف تعمل، شافوا الرؤية الموجودة للمملكة 2030، شافوا تنظيم البطولات الماضية، المناسبات، الأحداث على جميع الرياضات، فأعطوا المملكة هذه الثقة الكبرى وهذه الثقة الكاملة تقريبا باستضافة هذا الحدث. طيب هذا أمر مهم جدا. أنت لما أنت تنتزع الثقة انتزاعا من 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 القائمين على الاتحادات المختلفة في العالم، لما يكون عندك رجل مثل سمو الأمير ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، أنا أزعم أني متابع جيد للوزراء أو المسؤولين اللي تكلموا عن كيف قابلوا الأمير محمد وش كان الحديث يصير. الكل أجمع على أنه الرجل حازم جدا، الرجل عنده أهداف يبغى يحققها، الرجل يراقب ويعرف التفاصيل كاملة. إذا كنت أنت قابلت شخصية مثل الأمير محمد بن سلمان وشفت كيف يفكر وكيف يعمل وكيف ينجز، أولا هذا يعطيك ليش إحنا وصلنا للي وصلنا له بهذا الإجماع، وليش إحنا قاعدين نحوز على أحداث كثيرة مش فقط كأس العالم، وليش الثقة هذه موجودة، لأنه سمو الأمير قاعد يمكن أولا العاملين، يطلب منهم الأهداف بشكل مباشر ويراقب ويحاسب بعزم وحزم. الرجل قالها كثير، أنا عندي أهداف لازم أحققها، لازم أحققها، هذا أولا. الشيء الثاني، سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان راهن كثير على القطاع الشباب والرياضة وتكلم فيها وقال أنا شعبي مثل جبل طويق، وأنه لابد أن نحققه، وأي شيء نحن فيه راح نحققه. هذا هو التجسيد وهذه الرؤية اللي تعطي الثقة حتى للناس اللي برا السعودية، أنه يثقون وهم شافوا الأشياء اللي قاعدين نسويها، الإنجازات اللي قاعدة تتحقق في هذا العهد بالسنوات الأخيرة شيء مبهر جداً. وبالنسبة للقرار اللي اتخذ الآن من البدء في العمل، أنا أعتقد أنه هذه يعني هذه سياسة عمل الأمير محمد بن سلمان. ولا ننسى أنه الأمير عبد العزيز الفيصل نعم في عهده تحقق أنه أو في وقته جاء استضافة كأس العالم. الأمير محمد بن سلمان لما اختاره، وأنا أذكر هذا اللقاء، قال أنا اخترت رجل شغوف، صحيح، وامتدح في هذا الجانب. فأنا أعتقد أنه أمر متكامل جدا. الغريب أنه لا نحوز على الثقة، والثقة اللي حزن عليها أنا أعتقد أنه شيء منطقي، وكان يجب أنه أو هذا الواجب في ظل العمل اللي نقوم فيه. نعم. يمكن نقطة إضافية أبو إبراهيم، تفضل. الملف السعودي حاز على أعلى تقييم في تاريخ كأس العالم، يعني أعتقد 4.19 أو شغلة زي كذا، وبالتالي هذا يعكس لك انه ما في ملف في قدم لكأس العالم في النسخ السابقه كلها حاز على هذه النسبه من الرضا ومن القبول ومن تحقيق المعايير المطلوبه بل والتفوق عليها. وبالتالي يعطيك انطباع انه انت امام عمل قادم ضخم، تحدي سيكون الشباب السعودي باذن الله والمملكه العربيه السعوديه على مستوى هذا التحدي وعلى مستوى هذا النجاح. وما تصور انك ستقدم فقط منشآت وملاعب، ستقدم تنظيم على أعلى مستوى، ستقدم نسخة مميزة. على سبيل المثال لو 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 مثلا توقعنا كيف ستكون كأس العالم القادمة في أمريكا، لا أعتقد أنه سيكون فيها فقط مباريات كرة قدم، يعني ستكون فقط مباريات تنظم في ملاعب موجودة ويمكن لها 20 سنة أو أكثر. بينما إذا استضافت المملكة ستكون نسخة متميزة من كافة النواحي، التنظيم، الفنادق، التنقلات، الفعاليات الموجودة، المناطق، صحيح، اللي ممكن الوفود تزورها، تنوع المدن الموجودة في المملكة، كل هذه وفي نقطة مهمة،
احنا عندنا شعب عنده شغف في كرة القدم، ترى ما هو موجود في امريكا مثلا بالضبط، ولا هو موجود يمكن في كثير من البلدان على مستوى العالم. صحيح، احنا ناس نتنفس كرة، ستجد كرة القدم هي في كل مكان في المملكة وفي كل شارع وفي كل حديث، بينما في دول اخرى وتحديدا في امريكا قد لا يعني الا الدول الناس اللي جايين يشجعون منتخباتهم، بينما الاخرين لا يعنيهم كأس العالم لا من قريب ولا من بعيد. نعم. طيب استاذ علي داود، لما نتكلم على مستوى يعني اليوم الشفافية والوضوح خلال الملف السعودي، تكلم على مستوى الملاعب أو حتى على مستوى التنظيم، وأنا متأكد يعني فوق 100% بأنه قبل عام 2034 راح تعلن السعودية عن أدق التفاصيل فيما يخص كأس العالم. هذا يعطينا يعني بوادر إيجابية جدا بأن كأس العالم بالفعل راح تكون كأس عالم استثنائية نظير القائمين على هذه البطولة. هذا كلام صحيح جدا، لكن في أشياء يجب أن تصاحب هذه العملية بعد أن حزنا على موافقة الجميع تقريبا وعلى ثناء الجميع على العمل السعودي. هناك أيضا خطوات يمكن نلخصها بخطوتين. الخطوة الأولى هي يعني إعداد الشعب السعودي، الشعب كله، لهذا الحدث. يعني أنا أعرف أنه في برامج موضوعة من قبلكم لهذا الموضوع، لكن لازم يكون هناك في المرافقين من يرافق الوفود ويتحدث لغتهم، من يفهم حضارتهم، من يأخذهم إلى الأماكن التي تترك انطباعات جيدة لديهم، لأنه الرياضة جزء من الصناعة، والصناعة هي في الواقع المنتشرة هذه الأيام. الشيء الآخر أنه 10 سنوات أعتقد فترة كافية لإعداد منتخب وطني يرفع رأس المملكة في 2034، لأن نكون عدينا على الرؤية واللي تحققت بإذن الله في 2030، ويجب أن يكون كل شيء مكتمل تقريبا بإذن الله. لأنه يعني إحنا صحيح المملكة بذلت كل شيء، لكن إعداد فريق لكرة القدم في هذه الفترة مطلوب جدا من مراحل سنية معينة حتى الوصول إلى كأس العالم، لأنه قد يكون الجيل هذا كله اللي بيلعب اليوم يعني الله يديهم طول العمر والعافية، لكن العمر الرياضي للاعب هو عمر افتراضي معروف يعني. فلهذا أنا أعتقد أنه على الهيئة العليا للاستضافة أن تشرف على تنظيم ابتعاث لاعبين، إنشاء أكاديميات متخصصة لكرة القدم، لأنه هذا في الواقع سيضيف إلى جمال هذا الملف، جمال يشاهده الملايين بل المليارات حول العالم. وهذا نقطتين مهمة لتحقيق كل الإنجاز بإذن الله تعالى. نعم بإذن الله تعالى. طيب لما نتكلم أبو لمع عن العمل اللي يمكن بدأ بصورة جادة خلال الفترة الماضية، اليوم أيضا مع إعلان الهيئة العليا، يتأكد عندنا بأنه هذه البطولة سيكون فيها تنسيق على أعلى مستوى، ستكون البطولة اللي يمكن حديث العالم. وإحنا نعرف بأنه من خلال الفترة الماضية أيضا كان في نجاحات باهرة، هذه النجاحات انعكست على رضا كثير من الرياضيين اللي كانوا يقولون والله المملكة ما هي قادرة على استضافة البطولات الكبرى، ما هي قادرة على التنظيم. إحنا شفنا بطولات في السنوات الأخيرة تقريبا يعني كانت بشكل أكثر من رائع، يمكن تتفوق على تنظيم كأس عالم وبطولات كبرى. طبعا يعني التصويت ومنح الثقة لهذا الملف لا يمكن لأي دولة أن هي تمنح هذه الثقة بكل سهولة. أنا كما أشرت يعني الأسباب التي ارتكزت إليها المؤسسة الرياضية أو ملفنا الرياضي اعتمد الحقيقة أولا على مكانة المملكة وسمعتها، وأيضا يعني إمكاناتها فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، الأمن والأمان والمواصلات، وسلسلة هائلة من الإمكانات اللي تؤكد أن المملكة بريادتها قادرة على التنظيم. هذا شيء جانب غير الرياضي. أما الجانب الرياضي وهذا اللي طبعا تعنيه أنت بسؤالك، أنا كما أشرت
يعني من المهم جدا انك انت يكون عندك تكامل في الامكانات الاربعه، هي الحقيقه الامكانات الطبيعيه والمقصود فيها طبيعه الطقس والمناخ اثناء البطوله، ثم الامكانات التمويليه وهذه ايضا المملكه قادره، وبعد ذلك الامكانات الماديه والمقصود فيها المنشات ومراكز المؤتمرات والفعاليات، هذه كلها ايضا لابد ان تكون جاهزه، واخيرا الامكانات البشريه. الامكانات البشريه هي المهمه وهي التي الان اشار اليها استاذنا علي داود ابو خالد، واحنا سعيدين اليوم الحقيقه يعني بظهوره معنا بعد غياب طويل، وان شاء الله نستمتع بوجوده فيما تبقى الحقيقه في الحلقات القادمه والى بدايه كاس العالم ان شاء الله تعالى. الحقيقه هذه الامكانات والطاقه البشريه الان اكدت المملكه، حتى ابو خالد في كل البطولات اللي استضافتها المملكه، مقدره وكفاءه الشاب السعودي والرياضي السعودي على مسايره ومواكبه كل ما يحدث في العالم، وبالتالي احنا متفائلين ان شاء الله بتنظيم جيد. بالمناسبه كان في عام 84 ماجد عبد الله سجل هدف نعتز فيه، لكن اليوم كانت الفرحة أكبر. في عام 94 أيضا بوجود أبو خالد حقق سعيد العويران الهدف التاريخي العالمي، وكان طبعا إنجاز ونصر تاريخي، لكن اليوم بتأكيد الفرحة أكبر لأنك أنت تجمع وصول المنتخب سيشارك وتنظم مسابقة غير مسبوقة أو بطولة غير مسبوقة، 48 دولة في مكان واحد، 48 منتخب في مكان واحد، وهذا طبعا غير مسبوق حتى على مستوى الست دول اللي هي ستنظم بطولة أو نسخة 2030 ما حققت النقاط اللي حققتها المملكة العربية السعودية، وهذا يدعو للفخر والاعتزاز بدون شك. نعم. طيب كابتن أحمد، لما نتكلم على يعني اليوم نقدر نجمع بين الأداء العام بالنسبة للمنتخب السعودي وكأس العالم، ولا هي منفصلة عن بعض؟ لا، أنا وجهة نظري أنها جدا منفصلة، جدا منفصلة. ما لها علاقة أنه إحنا عندنا منتخب قوي ونحن نستضيف كأس عالم، قصدي في 34 كطموح. إيه؟ طبعا نبي نكون بشكل جيد في كأس العالم اللي نستضيفه أكثر، لأنه على أرضنا عندنا فرصة أكبر بالنسبة لهذا الأمر فنيا، لكن ربطها انا اعتقد انه لا، يعني مش 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 منطقي. ما هي فرصه لنا انه احنا ما دامنا استضفنا كاس العالم يبدا يكون عندنا طموح اكبر، انه احنا لابد يكون عندنا منتخب يوصل للنهائي، يوصل لدور الاربعه، يوصل في كاس العالم؟ يعني ما دام الطموح بدا والاحلام اللي كنا نحلم فيها صارت واقع، وش يمنع انه احنا ما نحلم انه يكون عندنا منتخب ينافس طبعاً على كاس لا العالم؟ لا، شوف نحلم، احنا نحلم حتى في كاس العالم القادم، لكن على ارضنا يكون اجمل. كاس العالم القادم ما احنا لا لا لا، اقصد انه واضحه، يعني ما يحتاج نحلم صح؟ انت قصدك انه اجمل طبعا على ارضنا ونفوز وعندنا قدره، الجمهور موجود معنا. نتكلم عن في فرصه مده طويله وجيل مختلف عن هذا الجيل اللي راح يلعب كاس العالم بلا شك، لكن انا عندي وجهه نظر ببناء المنتخبات انه شويه انه الموضوع مش محسوب بالضبط، لانه في دول سبقتنا رياضيا، نتكلم عن طريق التاسيس، وفي كره القدم يجدون صعوبات احيانا، واحيانا يقدم كاس عالم ممتاز جدا واللي بعده مثل ما صار مع فرنسا بطل كاس عالم بعدين طلع من مجموعه، حتى اليابان كوريا واليابان. فانا اقول انه الربط جيد، ان نطمح، احنا نطمح في كل وقت، واذا صارت على ارضنا نبغى ايضا، وفي ظل اهتمام سمو سيدي انه نبغى برضه تكون الفرحه فرحتين، ننظمها ونقدم نتائج ممتازه. على فكره انا قبل شوي اقرا تصريحات الولي العهد يقول لك طاقات الشباب هي اللي اثمرت عن الاستضافة. هذا واحد، هو دائما ترى يراهن على موضوع الشباب، يراهن عليه كثير. ليش؟ لانه شوف سمو سيدي ما يتكلم من فراغ، يتكلم بالارقام، كم عدد الشباب اللي موجودين وش نقدر نخدمهم، ترى هذا امر مهم جدا. احنا قاعدين نخدم الشباب كدولة كقادة انه نخدمهم بالشيء اللي هم. وبالنسبة للاستضافة والهيئة اللي اسست، هذا يدل على الحرص، ومن اليوم ترى تاسست، يعني تخيل انه اعلنت الاستضافه تم التاسيس، والشخصيات اللي في الهيئه تعتبر هي الدرجه الاولى، يعني هو تقريبا اللي تعمل في جميع الجهات والوزارات والهيئات بشكل مباشر، يعني هي رقم واحد. باختصار انه احنا اعلنت الاستضافه، فوزنا بالاستضافه، من اليوم تم التاسيس، من بكره بيبدا العمل. نعم. لا عذر لاي احد برئاسه
سمو ولي العهد هو اللي بيراقب هذا العمل، هو اللي بيحفز، هو اللي بيذل الصعوبات. صحيح. أنا من جانبي في ظل هذا العمل أنا مرتاح جدا ومطمئن وواثق أنه كل شيء بيصير أفضل حتى مما نتمنى. فأرجع لك المنتخب، أتمنى أنه يكون منتخب يوصل للنهائي، يوصل نعم. يوصل نتائج ما سبق أن سويناها. صحيح. لكنه ربطها يعني أنه النجاح أن نوصل لا، إحنا نجحنا بالتنظيم. صحيح. وصولنا برضو مطلوب. هو يمكن تأكيد الكلام أبو سالم، يعني قليل من الدول اللي استضافت كأس العالم وفازت فيها. طبعا احنا ما نتكلم عن الفوز، احنا نتكلم عن المنتخب يقدم مستوى جيد كما فعلت مثلا كوريا. يعني يحدث كوريا نتيجة تاريخية تكون ما سبق ان احنا حققناها، لكنه بشكل عام هو الاستضافة ليس المقصود فيها مثلا الفوز بالبطولة، ولا كان البرازيل اقصى هزيمة في تاريخها في على عرضها امام بس المانيا. انا قصدي انها فرصة، يعني هي فرصة لتقديم منتخب، لكن هذا حيرتبط بعوامل. وفي نقطة ترى مهمة ابو يزيد، ترى لما نتكلم عن منتخب البرازيل يختلف، تكلم عن منتخب عظيم على مستوى العالم حقق كل شيء. صحيح. لكن احنا لا، لسه احنا في مرحلة جديدة على مستوى العالم ما في شك. لكن مثل ما قلت لك، هي تعتمد على عوامل كثيرة خلال 10 سنوات القادمة، وجود لاعبين جيدين، القدرة على تفريخ مواهب، الفائدة اللي سنجنيها من تواجد لاعبين عالميين حاليا في الدوري السعودي. بالتأكيد انه سيكون هذا عامل شغف للمواهب والصغار انهم يعني يشاهدون هؤلاء اللاعبين عن قرب ويحضرون لهم في المباريات، بالتالي قد يخرج عندك جيل جيد من قادر على أداء كرة قدم جيدة، بشرط أن توفر له الأرضية اللي تسمح بتطويرهم وأنهم يقدموا أنفسهم بشكل جيد. لكن المشاركة بحد ذاتها والاستضافة طبعا ستكون ناقصة إذا لم يكون منتخب المضيف يقدم مستوى جيد. صحيح. طبعا المستوى الجيد أنه المطلوب أنه يعني وصول دور الثمانية، وصول دور التأهل الدور الثاني حسب النتائج التي تستطيع أن تحققها. ولكن احنا متفائلين ان شاء الله اولا بنجاح البطوله، نجاح التنظيم، نجاح الشباب السعودي في تقديم وجه مشرق للمملكه العربيه السعوديه وليس فقط للرياضه. وبالتالي المنتخب سيكون ان شاء الله في ذلك الوقت. احنا نعرف السعوديه بلد ولاده للمواهب. صحيح. موجود قاعده عريضه من السكان اللي بامكانها ان تفرخ لاعبين على مدى الفتره القادمه، اضافه للجهود اللي تقدم من هنا وهناك لابتعاث بعض اللاعبين، لاكتشاف لاعبين صغار سن. يعني خلينا نتفاعل إن شاء الله بإذن الله. ولكن مثل ما قلت لك تحتاج إلى خطة، يكون عندك برنامج عمل حتى بالأخير تكون عندك نتيجة. نعم. طيب سيد علي داود، لما تسترجع تاريخ المنتخب السعودي أو حتى المملكة، تتكلم عن 84 88 96 على مستوى آسيا، مشاركاتنا في كأس العالم، الحراك الأخير أيضا على مستوى الرياضة وعلى مستوى التنظيمات، لما تسترجع كل هذا الشريط تقول أنه أمر طبيعي أنه إحنا نوصل لهذه المرحلة أنه نستضيف كأس العالم 34؟ هي النتائج الكروية لا تعني حقيقتك بالاستضافة، ولكن الإمكانيات الأساسية والعقبات المذللة في ملفك هي التي تدفع لهذه الاستضافة. بحكم نتائجنا الكروية قد لا نستحق تنظيم كأس العالم، لكن نأمل أن يحقق لنا أمر الاستضافة أن نحصل فيما بعد على كريدت أعلى أو ترشيح أعلى، لأنه يكون عندك منتخب قادر أن يدافع عن البلد المنظم وأن يقدم عروضه الجيدة، لأن دي فرصة العالم كله بيشوفك. يعني ما في شك الدوري السعودي أصبح عالمي ومنتشر وفي محطات عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، لكن أيضا يجب أن يحظى المنتخب باهتمام مماثل أو موازي. يعني أنا لست ضد اللاعب الأجنبي اللي بتكلم عليه الأخ جاسر أنه حيأثر وحيطلع ناشئين وطلع، إنما لابد أن نعتمد على الموهبة السعودية من فترة مبكرة. عندهم تجربة اليابان، اليابان في دورة الألعاب الآسيوية في الهند أوقفت عن اللعب 10 سنوات أو 5 سنوات لا أتذكر، لأنهم اعتدوا على الحكم اليابان اللي هم ما يعتدوا على أحد. إيش عمل المنتخب الاتحاد الكرة الياباني؟ أخذ 40 لاعب وبعتهم إلى البرازيل مع طباخينهم مع مدرسينهم مع بعض من عوائلهم وسكنهم. الآن اليابان رقم صعب في كل بطولة أسيوية ورقم متواجد في معظم كؤوس العالم ونظمت كأس العالم. فأنا أعتقد أنه يعني موضوع الاهتمام بالمنتخب الوطني هو جزء من الفخر الذي سيدفعنا لتقديم المزيد إن شاء الله. نعم. طيب
يمكن أبو لما إحنا ما تكلمنا أيضا على مستوى الحراك اللي صار في كرة القدم، يعني جلب اللاعبين العالميين وجودهم في 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 دوري روشن، إعلان أيضا عن خطط واضحة على مستوى كرة القدم، هذا أعطى انطباع إيجابي عند الاتحادات. طبعا طبعا، وهذا أمر مؤكد، بل بالعكس يعني يعني الحقيقة قرار وجود اللاعب الأجنبي بهذا الكم، يعني كما وكيفا، أكيد لعب دور كبير في الثقة التي منحت للملف. يعني المملكة في آخر 3 سنوات بالفعل، لما نقول عاصمة الرياضة العالمية ترى ما نبالغ، لأنه من ناحية عدد المسابقات والفعاليات والبطولات التي احتضنتها السعودية طبعا رقم غير مسبوق على مستوى كل العالم، هذا أيضا منح الثقة. لكن بالنسبة لدوري روشن، دوري كرة القدم، أكيد أكيد أنا في تصوري لعب دور كبير في قوة هذا الملف، لأنه النجاح اللي تحقق رغم قصر الفترة الزمنية اللي طبعا نظمت فيها هذه البطولة فقط 3 سنوات، أكيد كان له دور كبير، لأنه نجاح كبير على الأسماء العالمية. طبعا أنت يعني قرينا رونالدو، متروفيتش، بنزيما، كل الأسماء هذه، سافيتش، اللي كتبت عن قدرة المملكة ومكان وإمكاناتها الكبيرة للاستضافة لعب الدور، أسماء عالمية متابعة في الخارج. وأنا أقول بالعكس، يعني يمكن نسبة كبيرة من منح الثقة للملف اعتمد على هذا النجاح اللي حققه الدوري السعودي. نعم، طيب حنا إن شاء الله يعني نتمنى بإذن الله تعالى التوفيق، أكيد راح نتابع إذا الله أعطانا عمر ال10 سنوات الجاية خطوة بخطوة، راح نبرز إن شاء الله الأعمال، راح نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات لملف كأس العالم 34، اولا من اجل المملكه العربيه السعوديه، ومن اجل بالفعل يعني تنظيم استثنائي. ما ننسى بان جميعا في المملكه العربيه السعوديه شركاء في هذا المنجز، شركاء باستضافه هذا الحدث. يهمنا في 34 نحن نفتخر بانه كانت كاس عالم استثنائيه. في دول كثير استضافت كاس العالم ونظمت كاس العالم، لكن احنا مو هدفنا فقط تنظيم، احنا هدفنا اكبر، احنا هدفنا انه احنا مختلفين، احنا عندنا رؤية، احنا عندنا شغف، وعندنا تفاصيل ما هي موجودة عند العالم، وعندنا شباب يعشقون كرة القدم، وعندنا قيادة حكيمة يهمها كثير شباب المملكة والرؤية، ويهمهم كثير وين احنا ممكن نوصل في يعني نهاية هذا الهدف اللي هو استضافة كأس العالم وما بعد كأس العالم بإذن الله تعالى. كل التوفيق لملفنا، كل التوفيق للعاملين في هذا الملف. أشكر ختاماً شركائي في المنتصف، الأستاذ عبد الكريم الجاسر، كابتن أحمد الحربي، الأستاذ علي داود، ضيفي كان من جدة، وأشكر أيضاً ضيفي عبر السكايب الخبير الأستاذ عادل عصام الدين. شكراً لكل من تابع تغطية الإخبارية اللي بدأت من ساعات الصباح الأولى. أتمنى أن نكون يعني نقلنا الحدث بشكل أيضا مرضي لمتابعينا الكرام. في الختام شكرا لمتابعتكم، نبارك للمملكة، تنظيم المونديال، في أمان الله.